أخر الظواهر الصوتية إلى علماء التجريد في بيان المعاني القرآنية، واخترت ظاهرة العجول الصوتي كنموذج أو نموذج. مقدمة، لا أستطيع تأثيرا في المقدمة، فالصوت الذروي له أهمية كبيرة في دراسة النص القرآني، كما تعرفون من حيث كونه البنية اللغوية الصغرى مكونة الكلمات والتراكيب والآيات، إلى جانب ذلك أنه عنصر أساسي في إعجاز القرآن. وارتبطت أصوات علم التجويد والقراءات القرآنية ارتباطا وثيقا، وذلك باعتبار التجويد يعنى بمخارج الحروف وصفات الآخرة بذلك، واعتبار القراءات يعني تمثل وجوه الآداء المختلفة التي يمرها القرآن الكريم. إذا كان العلماء المسلمون قد تكلموا بتقعيد مباحث التجويد والقراءات وتعليلها سابقون إلى كثير من قوانين علم مبارك الأصوات، فإنهم أيضا أرسلوا مبادئ شجاعة العربية وأخذوا حذف الزيادة والتقديم والتأخير والحمل على المعنى والتحريف وغيره. وأستغل أيضا هنا ملاحظة فرحة بعض الأساتذة تدخلوا وذكروا أنه ليس للصوت معنى. وأظن الدكتور أخي يوسف بدروة ذكر أن الصوت يعني ليس للصوت معنى، وقد يكون معه إذا كان هذا الصوت منفردا، أما إذا كان في انتظم في حروف وكلمات فإنه يكتسب معاني، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فأما باب مقابلة الألفاظ بما يشكل أصواتها من الأحداث فباب واسع، وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمع الأحداث المعبرة. هذه الورقة تحاول أن تجلي بعض القوانين والعلم الصوتية في علم التجويد والقراءات القرآنية وأثرها في بيان معنى القرآن المعجز، وركزت على ضبط العدول الصوتي. العدول الصوتي هو في الحقيقة عبارة عن ملمح أهمالات في الشجاعة العربية وجرأتها كما يقول ابن تيمية رحمه الله. تظهر في الخطة فيما تلاحظون نشأة علم التجويد والقراءات المنشأة الصوتية، علاقة الظواهر الصوتية بمعنى القرآن والأداء، وذكر لبعض مظاهر العدول الصوتي في بيان المعاني القرآنية والإشارة إليها. أن بيان المعاني القرآنية أو الإشارة إليها ليس أمرا حتما، يعني قد يكون من باب أحيانا التبحر المعتقد من باب الاعتساب ومن باب الإشارات، قد يكون صحيحا وقد يكون جانبا للصواب. شكل التجويد النشأة الصوتية هذا تقدم في تضعيف في فعالية المنتقى، وعلاقة الظواهر الصوتية بالمعنى القرآني هي علاقة وطيدة، ذلك أن يعني أن الصوتي في اللغة العربية في حال خاصة، وأقول من أشار إلى هذه العلاقة الخليل الأحمد رحمه الله. مظاهر العدول الصوتي في بيان المعاني القرآنية: أولا، العدول الصوتي كما يعلم يعني الجميع هو الخروج والبعد عن قواعد اللغة الكلمة، بمعنى يعني الخروج عن اللغة المعتادة، وهو من أهم ملامح شجاعة العربية ومرونتها وطواعيتها في التعبير عن الأغراض المبدعة. يقول ابن تيمية: ومن المجاز كثير من باب الشجاعة العربية من الحذف والزيادات والتأخير والابداع المعنى والتحريف. وإذا كانت إذا كان النحو يعني يعنى بالمعنى باعتباره العامل الأساسي في تأدية أصل المعنى، إذا كان النحاة قد أقاموا مباحثهم على رعاية الأداء المثالي، فإن البلاغيين أيضا انتقل الأمر إليهم وساروا في اتجاه آخر، حيث أقاموا مباحثهم على أساس انتهاك هذه المثالية والعدول عن هذا الأداء الفني. مخالفة اللغة المثالية هو تأكيد على مبدا التقليد والامتثال، لأنهما عنصران لا يثيران في نفس المتلقي شيئا من الإعجاب والمفاجأة. ولذلك فإن الأخذ في نظام اللغة المألوف يشكل يعني أسلوبا راسخا، يشكل أسسا راسخا في الإعجاز القرآني، وقد تجلى ذلك في اختيار ملابس القرآني. حاول
حاولت أن أجعل هذه النماذج في الخطة التي هي أمامكم، العدول الصوتي بطريقة الحركة، العدول الصوتي بواسطة الإبدال، بواسطة الإبهام المفكر، بواسطة بالزيادة وبالقلب. وإليكم بعض النماذج التطبيقية يعني في هذا السياق. أولاً العدول الصوتي بطريقة الحركة، وهذا يعني يمثل سراً من أسرار اللغة العربية، خصوصاً يعني إذا كان العدول لقصد تحقيق غرض جمالي أو دلالي. من أمثلة ذلك في القراءات وفي القرآن الكريم قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. قرأ حفص كما يعلم الجميع بما عاهد عليه الله بضم الهاء ونصب لفظ الجلالة، وقرأ الباقون بكسر عليه لمجاورة الياء. معلوم وشائع في كلام العرب أن حركة الهاء هاء الكناية يقصد بها يعني الكسرة، كما في قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إلى غير ذلك. فضمير في هذه الآية وفي غيرها جاء مكسورا إلا ما ورد في آية الفتح وفي آية الكهف التي ستأتي، وهو يمثل عدولك عن القاعدة المنطلقة. في تفسير هذه العدول أقوال، منها أن وجه الضم في هو أنها هاء هو، فاستصحب ذلك كما في له وضربه. وحسن الضم في الآية بقراءة حفص التوصل به إلى تفخيم لفظ الجلالة، حتى نتوصل إلى تفخيم لفظ الجلالة عن الجلالة ناسب أن نضم الهاء عليه الله. ثم أيضا إبقاء ما كان على ما كان ملائما للوفاء في العهد، وإبقاؤه وعدم نقض ذلك أن الآية نزلت في بيعة الرضوان، وشأن هذه البيعة كان الله شديدا في وعده المخالف. ففيه من غلظ العهد والميثاق ما من شأنه أن يدعو إلى التمسك به والوفاء به، فناسب المقام أيضا تلك يعني لفظ الجلالة بضم الهاء. فكان بالضم ضرور في إظهار الموقف وتصوير رسالته في صورة صوتية جميلة مناسبة. من الأمثلة أيضا قيله: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقرئت وقيله، فقد عدل من الصمت إلى الصامت لقيمة جمالية. وذكر في توجيه القراءتين أقوال، منها أن قراءة الكسر وتتابعه أن تتبعه مناسب للمقام، ذلك أن الكلام خارج مخرج التحصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الناس إلى رب ما يقول: وقيله يا رب إن هؤلاء، يعني من عدد الناس أولئك القوم، ويزيد هذا المعنى في الإشارة إليهم بهؤلاء تحقيرا لهم وتبني منهم لسوء حالهم. مثال عن العدول الصوتي بواسطة الإبدال، ما هو متداول عند أهل القراءات وغيرهم في قوله تعالى: بمسيطر. فلفظة مسيطر من مادة سطرة، ولذلك يلحظ العدول من خلال إبدال السين للصاد، والعرب الفكرة تسفل بعد التصاعد لكنها فكرة العكس. فالتفخيم يؤدي إلى الانسجام أو المشاكلة بين الأصوات، طبعا لتحقيق الانبساط الجهد العربي، وهذه قانون أشار إليه القدامى. والمناسبة تبدو واضحة بين طبيعة الصوت المفخم والموقف الذي تدل عليه الآية، فالخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي لست بمتسلط جبار على الإيمان أو تكلفهم عليه، وهي دعوة من الله تعالى إلى مد التجبر على الناس وأمرهم بالقوة. فالصوت يوحي إلى هذا المعنى وهو التجبر والتسلط، فظهر في إصابة فخامة مجسدة للموقف بدلا من السن المهموس. من أمثلته أيضا بسطة، والأصل فيه بسطة، فهو مناسب للامتداد والطول. المسيطرون أيضا أصلها المستيطرون، وفيه من معنى القوة والتهديد ما يناسب غرض الصورة ورسم الكلمة. كل ذلك جاء سوق الفروق على سمق المعنى المقصود والغرض المطلوب، كما يقول ابن جندي رحمه الله. العدول الصوتي بواسطة الإدغام وفكه، القرآن الكريم وضح ظاهرة الإدغام والذي يؤتى به في سياق لغوي معين لغرض دلالي وجمال. فالقرآن لا ينتقل للغة النموذجية بقياس دوما، بل قد يجمع إلى بعض
لغات العربي على قلتها. لذلك قوله تعالى ذلك بأنه شاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. قلنا في الشاق ومن يشاق الله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فإظهار التضعيف في الإدغام قرئ بالإظهار وقرئ بالإدغام. فقرئ بالإظهار التي وردت في غيرها من الآيات وهي لغة أهل الحجاز وقراءة جمهور القراء والفك أشهر وأكثر اللغة وهو لغة أهل الحجاز. معنى الشقاق أو المشاقة والمخالفة، فإن كل من المتخالفين أو المتخالفين في شق غير شق الآخر. وفك الإدغام وأظهر السلطان في سورة النساء ومن يشاقق الرسول ليصور مشهد الانفكاك بين الرسول وبين مخالفيه وظهور الشقاق بينهم، كما فك في قول تعالى ومن يشاقق الله ورسوله رعاية من جانب المعطوف، فقد صار المعطوف والمعطوف عليه من شيء واحد. وقد تدل قراءة ابن السميفر في سورة الحشر زيادة على كونها لغة على هذا المعنى الذي ذكرناه. من أمثلة عيض يهدي أو يهدي أصلها يهدي، من أمثلة أيضا تشقق قرأ التشقق وقرأ التشقق والأصل تتشقق. أيضا هذا الإدغام يتناسب مع ما جاء في التفسير في أنه تتشقق السماء سماء سماء وتتنزل الملائكة عامة وحملة العرش تنزيلا، وينسجم أيضا مع سرعة انتشارهم وتفرقهم في الأرض. العدول الصوتي بالحذف، حذف يعني تحدث من بنية الكلمة بعض الأصوات في مواضع في بعض مواضع من القرآن، وقد يأتي هذا الحذف لغرض وثقة الفاصلة أو بالنسبة للمشاكل أو لغرض جمالي كمراعاة التجانس والازدواج أو دلاله الإشارة إلى معنى خفيف. لذلك قوله تعالى والليل إذا يسر أو يسر وقرئ بوجهان يسر ويسر، فقد قرأ أهل الحجاز يسري بإثبات الياء الزائدة في الوصل، وإثبات الياء كما يقول أهل اللغة أجود وأقيس عندهم لأنه فعل، والقاعدة المشهورة عند النحاة هي إثبات لام الفعل، يعني فعلا يسري بإثبات الياء من لام الكلمة إثبات لام الفعل في المضارع المعتد، مع أن الحذف أيضا بسيط وموافق لرسم المصحف. واستحسن الفراء قراءة الحذف وعنده الأنسب لمشاكلة رؤوس الآيات، غير أن مشاكلة الفاصلة ليست علة عامة، إذ ليس من الصعب على القرآن أن يأتي بكلمة أخرى تؤدي المعنى ذاته والغرض ذاته دون أن يتكلف في ذلك حتى يشكل في الفواصل السابقة. قد يكون الحذف حينها بسبب طول الآية فلا يجوز إلا في مقام يستدعيه ضر من التناسب، وقد يكون لحذف هذا الصوت المديد علاقة بقصر سريان الليل، يعني سريان الليل ليل قصير فحذفت الياء دلالة على قصر الزمان أو قصر الزمان ومرور الأيام وقضيه الأحوال. ومن أجمل ما قيل في وجه حذف الياء من يسر أو يسر أيضا من أن ذلك لأن الليل يسرى فيه لا يسري، أي يدل مخالفة الظاهر في اللفظ على مخالفة المعنى وهو معنى التقييد. العدول الصوتي بالزيادة تزاد بعض الأصوات في مواضع القرآن وليست أيضا إلا لتحقيق غرض جمالي كزيادة السك وهي بمنزلة هزة الوصل بالابتداء كما يقول أهل التجويد، فتجلب لتخفيف اللفظ عند الوقف عليه. ذلك قوله تعالى فهم اقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاقي حسابي، وأصل كتابي حسابي إلى غير ذلك. فالقول بزيادة هائس لرعاية الفاصلة قد يتعارض مع المعنى، وهذا لا يصح أن يقال عن آية القرآن لأن الفواصل تبع للمعنى للعكس. فما يمكن ملاحظته أن الهاءات جاءت في فواصل الآيات وصوتها ناتج عن اندراج واسع لأعضاء النطق، وقد نشعر عند نطقنا للهاء أنه صوت يخرج من أعماقنا مما يجعله صالحا للتعبير عن مشاعرنا وأحاسيسنا، ولذلك نتصور أنه تعبير عن آهات وحسرات الناس يوم الحشر،
وهم حفاة عراة ينتظرون أدوارهم في قلق واضطراب، فمن أخذ كتابه بيمينه فقد فاز الفوز العظيم، ومن أوتي كتابه بشماله فقد خسر الخسران المبين. وهذه قضية أو ظاهرة ملحوظة في القرآن الكريم في أكثر من موضع. ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. هذه المشاكلة وهذه الفواصل التي جاءت على نسق أو بين قوسين موسيقى معينة لها إيحاءات صوتية أيضا تدل على أحداث معينة. وعليه فإن مما يدل عليه صوت الهادي أثناء الوقف عليه المبالغة في التحسر لما في صوتها من التأهل والتأوه ثم وصلوه على تلك الحال، يعني يقرأ أصلا ووقفا في إثبات هذه السكينة. أخيرا العدول الصوتي بالقلب، يذكرني يا سيد الرئيس دقائق من أنواع القلب، القلب المكاني، وهو في جملته ثمرة من ثمار الاقتصاد في الجهد العضلي وعدول عن الأصل. وقد ذكر ركيما أن تقديم بعض أصوات الكلمة على بعض ينشأ بسبب صعوبة تتابع الأصل على الذوق اللغوي من أمثلته في حروف الخلاف ما روي عن ابن كثير رحمه الله فلما استيأسوا منه خلصوا ناجيا، ما يعلم الجميع أو على الأقل المهتمون بالقراءات أن الإمام ابن كثير قرأ فلما استأيسوا، تقديم الهمزة على الياء. ومن قال استأيس قلب العين إلى موضع الفاء فصار استعفى، ولفظه استأيس ثم خفف الهمزة وأبدلها ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها. وإذا كان القرآن قد نزل بلغة من قرأ يئس فإن قراءة أيس صحيحة ومستعملة جاءت في القرآن الكريم وفي عدد من الأخبار والآثار ولها شواهد من العربية. وقد أفرد ابن دريد باما كبيرا لهذه الظاهرة قال في أوله باب الحروف التي قلبت وزعم قوم من النحويين أنها لغة. فالقلب المكاني ظاهرة شائعة في لغة عامة وجاء في لغة العرب وفي القرآن فيما يسير بالكلمة نحو الفصاحة وبلاغة استعمال المفردات والتراكيب في خفة المبطئ وسهولة التأخذ بكلمة تخلص من التناقض. وهذه الخفة فضل على تزيين الكلمة توفي بلاغة في دلالة عامة عن القراء. ولعل هذا الكلام الذي نتكلمه هو جزء من تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على صفة حرف كلها شاف كاف على ما تعلمون من تغيير معنى الحرف وأقوال العلماء في المسألة. خاتمة، قام علماء التجويد باستخلاص المادة الصوتية في المؤلفات النحويين واللغويين وعلماء القراءة طبعا إليها، وعلم التجويد كما يعلم الجميع متأخر عن علم القراءة القرآنية وظهر في القرن الخامس الهجرة وعلم القراءة لها رفضها في القرن الثاني الهجرة، وصاروا منها هذا العلم الجديد الذي اختاروا له اسم علم التجويد. تعد علاقة الصوت بالمعنى مؤثرا سمعيا وانطباعيا ذا وقع على الوجدان، والقرآن الكريم تجد في هذه العلاقة بشكل واضح. يقصد في العدول الصوت الخروج والبيل عن اللغة المثالية في الأصوات وهو منها فهم الملامح الجرأة وشجاعة العربية كما يقول ابن الجني رحمه الله. وردت في القرآن ألفاظ كثيرة خرجت عن القياس اللغوي تمثلت في العدول الصوتي بتغيير الحركة أو العدول بوسط الدال أو الإدغام وفكه أو بالحذف بالزيادة أو القلب أو غيرها. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.